ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اهتزت مدينة الدار البيضاء على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص في الأربعينيات من العمر على يد عشيقته. وبحسب المعطيات الأولية فالجريمة وقعت في منطقة بن مسيك سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء، وتعود تفاصيل الجريمة بحسب شهود عيان إلى قيام الضحية لإعطاء غرفة من منزله لسيدة من أجل العيش فيها، إلا أن العلاقة بينهما تطورت لتصبح علاقة غرامية تتخللها جلسات خمرية، ليتطور الأمر بعد ذلك لخصام وشجار أدى إلى عراك وضرب وجرح لتنتهي بجريمة قتل أمس الأربعاء. وفور علمها بالحادث حلت بعين المكان السلطات العمومية ورجال الأمن، حيث تم إيقاف السيدة المتهمة، وأيضا تم حضور الشرطة العلمية من أجل فك ملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كيف كتشوفوا عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بن مسيك في هذا الأثناء كتقوم بحجز ما يفيد في الوصول إلى حقيقة هذه الجريمة. كيف كتشوفوا العناصر الأمنية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بن مسيك سيدي عثمان في هذا الأثناء كيقوموا بحجز أشياء تفيد أكيد في الوصول إلى كل حيثيات وتفاصيل هذه الجريمة التي هزت مدينة الدار البيضاء قبل قليل، واللي راح ضحيتها كما قلنا شاب كيبلغ من العمر حوالي 40 سنة من بعد ما دخل في نزاع مع واحد السيدة اللي كان كيكتري لها الغرفة أو كي سمح لها بأنها تقيم في الغرفة بالمنزل ديالو، ومن بعد جلسة خمرية كيف ما قلنا الأمور تطورت إلى نزاع ثم إلى ضرب وجرح ثم إلى جريمة قتل راح ضحيتها صاحب هذا المنزل.